فيديو النهاردة عن حيوان بعيد تماما عن الكلاب، ولكنه من نفس فصيلة القطط اللي هي فصيلة السنوريات، وليه شعبية كبيرة جدا واتقال عنه أساطير كتير، في منها اللي حقيقي والأغلب كانت خرافات، واللي لحد النهاردة أغلب الناس بتغلط في اسمه. الفيديو ده عن حيوان الببر. طبعا أغلب الناس هتقولك ده نمر يا عم، لكن احنا تعودنا اننا في قناتكم زي الكتاب في عالم الكلاب بنصحح المفاهيم وبنناقش المعلومة بشكل علمي مبني على المصادر البحثية. وبالتالي احب اقولك ان لفظ نمر هو لفظ عربي في معجم المعاني، وبيطلق على حيوان بصفات تانية غير الببر، وتسمى باسم نمر من الصفة انمر بمعنى منقط، وتقدر تتأكد من المعلومة بنفسك. وعشان نوضح أكتر، فالببر من جنس النمور، ولكن النوع ببر. الببر والجمع ببور، بيعيش نسبة 80% منه في شبه القارة الهندية. والببر بيعيش وحيد وبيصطاد وحيد، وهو أتقل فرد في فصيلة السنوريات وأكبرهم من حيث الحجم، وكمان أكبر وأقوى من الأسد اللي بينتمي لنفس الفصيلة. ولك أن تتخيل أن الببر الذكر فيه أنواع منه بيوصل وزنها ل 320 كيلو جرام، وبيوصل طولها ل 3 متر و20 سنتي، وديل الببر بيكون نص طول جسمه تقريبا. الببر بيعتبر هو الحيوان الوطني للهند وبنجلاديش وماليزيا وكوريا الجنوبية. الببر لو فرو اتحلق هيفضل لون الفرو والعلامات اللي على جسمه باينة واضحة، ده مش لان جلد الببر بيكون بنفس لون فرو، وانما ده راجع لغزارة فرو الببر ووضوح جذور الفرو على جلد الحيوان. الببر ليه اكتر من لون، فهتلاقي منه اللون المعروف اللي هو البرتقالي المخطط بخطوط سودة، وهتلاقي منه الأبيض مخطط بخطوط بني، وهتلاقي منه الذهبي المخطط بخطوط سودة، وهتلاقي منه الأبيض اللي الخطوط مش بتكون واضحة على جسمه، وده بيكون نادر جدا. خلي بالك ان اللون الأبيض واللون الذهبي في الببر هو عبارة عن طفرة جينية في الحمض النووي للحيوان. الببر حيوان قاتل محترف، بيحب يصطاد في الغالب بالليل، وبيستخدم كتلته الكبيرة في انه يقضي على فريسته من خلال انه يوقعها ويثبتها بجسمه الكبير ويعضها من رقبتها، بحيث انه يكسر العمود الفقري او يقطع القصبة الهوائية بانيابه او يقطع الشرايين الحيوية للفريسة. فبالتالي هو عارف كويس قوي هيعض الفريسة ازاي وهيخلص عليها ازاي. الببر بيصطاد في اي مكان، سواء في البر او الانهار او حتى في الجو، ومش بيخاف من المية، بل بالعكس بيحبها. وعلى عكس الشائع، فالببر مش بيفضل اصطياد البشر، والنسبة اللي متسجلة عن هجوم الببر على البشر هي من 3 لـ 4 في الـ1000 لكل حيوان ببر موجود ضمن الاحصائيات. وبالنسبة لانه بيصطاد في الجو، فالببر بيقدر ينط لحد ارتفاع 5 متر رأسي من الثبات، وبينط أفقي لمسافة 10 متر، فتقريبا هو شغال في كل المحاور الرئيسية. حيوان الببر بيقدر ان يشيل في بقه فريسة وزنها ممكن يوصل لـ50 كيلو جرام، وينط بيها لارتفاع 2 متر. الببر حيوان فتاك، فالببر لو جاع مش هيميز حجم الفريسة اللي قدامه، فالببور لما بتجوع بتهاجم اي حيوان تاني بلا تمييز، فهتلاقيها بتهاجم الفيلة وحيوان وحيد القرن، بل والأدهى أنها بتهاجم التماسيح وتاكلها لو التماسيح كانت على اليابسة، وكذلك بتهاجم وتاكل النمور والفهود والكلاب. صوت الزئير الحقيقي للببر بيتسمع بوضوح من على بعد 3 كيلو متر، وعضته بتوصل لـ77 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، والنتاية بتشيل من 3 لـ 4 أشبال في البطن الواحدة، وبيفضلوا ملازمينها أول 2 سنين في عمرهم لحد ما يعتمدوا على نفسهم. أشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.